تريد الآن وأنت سفير سابق يعني أن توافق يوافق الكيان الصهيوني على إطلاق سراح الرهائن بمقابل لحركة حماس تصفها بالإرهاب والدوعشة تقول سنقضي عليها، هذا يعد خسارة يعني لهذا الجيش الصهيوني وانتصار لحماس أولي؟ مش خسارة برك، وإخفاق تام بالنسبة لإسرائيل، هي كانت معولة على القوة فقط على القوة، فماشي هي قوة الحق فمحق القوة والمروق عن جميع القوانين الأممية والقانون الدولي، الأشياء والبنود اللي نص عليها الكل تضرب عرض الحائط، ولا يهمها ولا يهمها في اجتماع قمة عربية ولا إسلامية ولا تعرفش عندها هي، لأن الذي أنشأ دولة إسرائيل وزرعها كجسم غريب في الشرق الأوسط من سنة 47 40 نعم في الأمم المتحدة انبعاث دولتين، هما نفسهم القوى الاستعمارية خاصة الامبراطوريتين الاثنين الكبار وقت فرنسا وبريطانيا، هما نفسهم اللي صنعوا الدرع العربي حولها وخلاو الكراسي الحكم لمن يحكم شعوبهم بالوكالة، بالوكالة على الأمريكان وعلى الفرنسيس ويحموا مصالح، هم أساميهم برك عرب ولكن في الواقع يحميهم مصالح القوى الاستعمارية البارح واليوم، ما عدا بعض دول كانت مواقفها نبيلة منها تركيا وقطر وماليزيا مع مهاتير محمد حتى نعم. مع أنور إبراهيم بعد وباكستان مع عمران خان، هذه دول وسنغافورة مع رئيسة الحكومة حليمة يعقوب، هذه حكومات متمسكة بإعادة وحدة المسلمين على أساس جديد، الإسلام المقاوم، الإسلام الرافض، الإسلام الغاضب، على والإسلام اللي عنده كبرياء، هذا كبيد ومتاع الرسول ومتاع صلاح الدين الأيوبي ومتاع طارق بن زياد اللي كدنا ننساه توا في زحمة الأحداث نعم. اللي موجودة. المفاوضات هذه السلطة الفلسطينية غايبة عليها في مقابل يعني أن تعترف وتنتظر حكومة الكيان الموافقة على عقد هذه الاتفاقية لهدنة مؤقتا من قبل حماس، يعني اعتراف بقوة حماس والفصائل المقاومة يعني بعد 45 يوم هي الوحيدة الفاعلة يا حسين، ما يلزمش الواحد يغطي عين الشمس بالغربال يا راس، هي الوحيدة الفاعلة، هو محمود عباس أبو مازن هو أصبح من الماضي، الحقيقة الماضي ما قبل 7 أكتوبر، ما بعد 7 أكتوبر تغيرت المعادلة والتوازنات والقوة نعم. الدولية بكلها، طبعا القوة الوحيدة هي قوة الكناتق الرسمي هذاك اللي أصبح توا هو كما تقول المثل الأعلى للشباب أبو عبيدة، المثل بتاعهم الأعلى شكيرة وكل الجماعة اللي يجيوا في البلاتوات التونسية يزيفوا في الواقع ويخدموا في الاستعمار وفي الفرنكوفونية، توا أغلب الشباب مثلا يقولوا شنون مثلة الأعلى ولا شنون اللي تحب تولي كيف وتسمع ويقول لك أبو عبيدة اللي هالصبح وهكا وملث، نعم بدلت المعادلة. الدور المصري أين يقف في هل يعني المفاوضات هذه؟ موقف غريب، أنت تعرف سكان إسرائيل توا 6 ملايين هما نفس عدد الجيش المصري باحترافيه بمجنديه وباحتياطيه، عندهم 6 ملايين في الجيش المصري، 6 ملايين هما نفسهم عدد سكان إسرائيل، ولكن لا حياة لمن تنادي،